لك لوحاً بينما يشتكي منك المعلمون. سأعطي البيت للإيجار وأبوي غائبون لعطلة نهاية الأسبوع، وسأبيعه لنفسي. مرحباً. نعم، أنا سأجرك البيت. نعم بالطبع، يمكنك أن تأتي. أوه سريعاً جداً، سأذهب إلى البيت بسرعة. بهذه السرعة؟ يا إلهي، إنها تذكرني بشخص ما. سوف تغادر. من هذا على الفور، يجب أن أبعدها على الفور. أين يمكنني الحصول على مصيدة فئران؟ مرحبا، توصيل مصيدة فئران. ها، ما أحلى هذه الصورة، وما أجمل هذا الفستان، أبدو مثل الأميرات. أخيراً، أقل من سنة مضت. الآن يجب أن أغريها للخروج. مرحباً، أنا أستاذ بالدي. هل المدرس يعيش هنا مع ممسحة بدلاً من الشعر؟ ها؟ من يقول هذا؟ أحسن الإنصات. هذا فستاني المفضل. فعلت ذلك.
في هذا الفيديو لم يتم إيذاء أي قطة. أوكروفوك أعجبني مثلما فعلت القطة. أحسنت مكارا. قليلاً. دعونا نضيف بعض التهوية. ومن هنا أيضاً. انظروا كيف صغرت. انتهى الآن. هل تمانع إذا استعرت فستانك لحفلة روك؟ فستاني! لا تجرئي على لمس فستاني! والملح والصلصة. أها! نعم، الجو يكسر الجدران الحجرية. منزل ملعون، طفلة ملعونة، إذا وجدتها ستندم على يومي ولادتها. توصيل. ما هذا؟ هذه هدية من معجب سري. هذا فظيع. لقد تخلصت من هذا. ما هذا؟ هذا هو زميلتنا الجديدة، إنها غريبة. لاحظت النحلة في كل مكان، أنا بحاجة إلى شرب دواء للحساسية على الفور. لقد اختفى كل شيء. أوه، مكرونة. لا أبي، لا سوشا.